مكان في انطلاقة وتحدي وتواصل مستمرين بذل الإثارة مع سن اللقاية سن المفاجآت الذي يحكي دائما لنا صورة من صور التنافس والتحدي واللقاء الجميل الذي يأتي بمفاجآته ومنافساته في كل موسم وفي كل حين. المقدمة والصدارة نذهب إلى شوطنا الرابع عشر والخاص بالأبكار. المقدمة حيث تتقدم في هذا اللقاء هنا من خلال هذه اللحظات، هذه مزون تعود ملكية سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري من يحتل المقدمة والصدارة، بينما المركز الثاني وصلت شوق عبيد بن ناصر الهاجري يحتل المركز الثاني، نقلة إلى شعار بن غدير وشعار بن ضعيف لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير، هذه اللي وصلت صواب تتواجد على المركز الثالث، بينما الشاعر هناك في المركز الرابع مع وجود انطلاقة ضواري تعود ملكيتها لراشد بن حمد بن علي العويسي. المركز الخامس وتابع شعار راشد بن خميس العمري، وهذه علاج تتواجد على المركز الخامس تعود ملكيتها لحمد بن سالم العضيلي العامري. المركز السادس الآن نتابع في هذه اللحظات ووصول من قبل العنود لمحمد بن عتيج بن سالم العرثي الحميري، تابع المراكز التواجد هنا في هذه اللحظات مع انطلاقة الفايزة عبيد بن مصبح العميمي يتواجد على المركز السابع. المركز الثامن رفيف احمد بن مبارك بن مرخان الاكتبي. المركز التاسع الان طرفاشه خليفه بن عبيد بن خليفه الحميري. والمركز العاشر هنا في هذه اللحظات تواجدت نجود سيف بن خليفه بن سيف بن عبيد الخيلي على المركز العاشر. التواصل مستمر لكن عودة إلى المقدمة، ما شاء الله سيطرة واضحة من بداية الشوط. يا مزون، هذه مزون مسيطرة، سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري يتقدم على المركز الأول في اللقاء. الله مهالي السلطنة، يلا هالي الأشخر بنشوف الجعفري مسيطر ومتقدم على المركز الأول، لكن شوف هذا حزب قريطيسة كذلك. بينما المركز الثاني شوف الحاضر على المركز الثاني، هذا اللي وصلت اللي تقدمت شوق عبيد بن ناصر بن سالم الهاجري يتقدم إلى المركز الأول، بينما المركز الثالث هناك ضواري راشد بن حمد بن علي العويسي، وكذلك قدوم من قبل صواب حمدان بن حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع شوف حصل على تغيير، شوف المركز الثالث هذا اللي وصلت الهائله سالم بن راشد بن مبارك الاجتبي يصل يحتل المركز الثالث بن راشودي، والمركز الرابع العميمي هنا في المركز الرابع عبيد بن مصبح العميمي يتقدم مع الفايزه الى المركز الرابع. المركز الخامس يا بن غدير حمدان بن حمد بن ضعيف، وكذلك العويسي احمد بن مبارك بن مرخان من الجانب الاخر بالعضيلي يتقدم، الخيلي واصل، الجماعة هاجمين، الكل يبغي الانتصار والناموس، لكن وين المقدمة؟ شوف اللي غير الراشودي على المقدمة على المركز الأول سالم بن راشد بن مبارك الاجتبي يقدم الهائلة، لكن شوف الهجمة المرتدة القوية، جماعة قادمين هاجمين، ضواري من الجانب الآخر، راشد بن حمد بن علي العويسي، وكذلك هذه اللي كانت الأول عادت من جديد تبغي الأول، الجعفري قيوم.
مع مزون مزون مزون، لكن الخيالي الخيالي الخيالي، شوف 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 الرماح الرماح، لكن الله بالعضيلي بالعضيلي مع مع القدوم من علاج علاج حمد بن سالم بالعضيلي العامري، هنا في هذه اللحظات ينتصر. لكن الخيالي ياينك ياينك شعار شعار بن شلثم شعار بن شلثم، لكن راح بالانتصار راح بالانتصار بن شلثم، يلاحق مع شواهين محمد بن سيف بن سهيل بن شلثم الخيالي. اللحظات الأخيرة تحركوا 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 بالعضيلي بن شلثم بن شلثم بن شلثم بن شلثم ينتزع الناموس، شواهين شواهين في اللحظات الأخيرة. سلام وتحية يا بن شلثم، سلام عيناوي، سلام محمد بن سيف بن شلثم الخيالي. المركز الثاني هذه علاج حمد بن سالم بالعضيلي العامري، المركز الثالث طرفاشة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، والمركز الخامس المركز الخامس وصلت مشاهدينا الاعزاء ولاية لمطر بن محمد بن دحروي، المركز الخامس المركز الخامس احتياط علي بن جهويل بن مهدي العامر. هكذا كانت النتيجة. العودة الى شواهين حيث انتزعت الناموس بست دقائق تسع ثواني خمسة اجزاء من الثانية، تانينا والناموس لمالك شواهين محمد بن سيف بن شلثم الخيالي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني علاج حمد بن سالم العضيلي العامري، ثمان ست دقائق تسع ثواني وست اجزاء من الثانية، ثاني ناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث في هذه الانطلاقة وهذا التحدي الكبير، هذه لحظات وصوله بست دقائق 11 ثانية خمسة اجزاء من الثانية، ثانينا والناموس خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام.